السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقة حل مشكلة عدم حفظ الصور والفيديو في واتساب في المعرض. يعني انت تستقبل صور وفيديوهات يرسلون لك اشخاص او اصدقائك، وانت تتفاجئ لما تفتح تحمل الصورة والفيديو وتفتح المعرض مش الصورة والفيديو مش موجود. كيف تحل هذا المشكلة بطريقة سهلة وبسيطة؟ طبعا في مشاكل أخرى لهذا المشكلة، ولكن الأكثر شهرة كيف الطريقة من تطبيق واتساب نفسه. تفتح تطبيق واتساب، أوكي، الحين تروح تضغط على إعدادات، أوكي، تضغط على إعدادات، الحين تضغط على الدردشة. بعد ما تفتح الدردشة هيني بتحصل عرض الوسائط، أو لو هذا الخيار معطل، يعني أنت لما تحمل صورة في أو فيديو في الواتساب ما يتم حفظها في المعرض أو في استديو، لازم تفعل هذا الخيار. بهذا الطريقة لو استلمت رسائل فيديوهات صور يتم لما تحملها من واتساب راح يتم حفظها في المعرض أو الاستديو. افرض ضبط هذا الخيار، اوكي، في الدردشه خلاص تمت ضبطها والمشكله لسه موجوده، اوكي، كيف الحل؟ الحل انك انت تروح للجهه الاتصال اللي يظهر هذا المشكله. مثلا هذا الجهه الاتصال لما يرسل لي رساله ما يتم حفظها في المعرض، كيف تحل هذا المشكله؟ تروح تفتح المحادثه وتضغط على هذا الثلاث نقاط، تضغط على أو تضغط على هني اسم الشخص بهذه الطريقة. الحين تضغط على عرض الوسائط، نفس ما تشوفون عرض الوسائط، تضغط عليها، تأكد أن هذا الخيار الافتراضي نعم أو الثاني هو هذا الافتراضي نعم مفعل، يعني عرض الوسائط في تنزيلات حديثا من هذا الدرس في المعرض، اوكي، حط علامة نعم الافتراضي واضغط على موافق. بهذه الطريقة تم حل المشكلة استلام او حفظ الصور والفيديوهات من الواتساب في المعرض. طبعا اذا افرض ان المشكلة لسه موجودة، كيف تحل هذه المشكلة؟ قد يكون المشكلة ذاكرة الجهاز ممتلئ، اوكي، تفتح تطبيق الفايل ملفاتي، اوكي، تتاكد ان الجهاز في مساحه، ناس ما تشوفون في مساحه، اوكي، اذا كان في مساحه يعني اذا كان المساحه ممتلئ فحاول انك تحذف الفيديوهات والصور اي شيء في الجهاز حتى توفر مساحه ويحل مشكله عدم حفظ الصور والفيديوهات من واتساب في المعرض. هذا هو حل الثالث، اوكي. حل اخر ايضا يمكن يكون الذاكره الجهاز الاس دي كارد، اذا كان عندك اس دي كارد معطل، فكل ما يتم تحفظ على الجهاز الاس دي كارد معطل، فبالتالي يمنع حفظ الصور والفيديوهات في المعرض. طبعا في مشاكل اخرى، اذا تواجهك هذه المشاكل وما قدرت تحل، سويت الخطوات اللي انا شرحتها في الفيديو والمشكله لسه موجود، ادخل الديسكربشن في حلول اخرى ومشاكل اخرى شرحت في فيديو سابق، ادخل الديسكربشن وشوف تدوينه كامل، اقرا الموضوع كامل وراح تنحل هذا المشكله بطريقه بسيطه. وبس يا شباب، هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر. بس، مع السلامه.